كيف تبدا تخدم ما تنحازش لحتى لون، كيما شخص ابيض كيما شخص اسمر، ما نحكيش مع الابيض وننفر الاسمر، كيما شخص مسلم مسيحي يهودي ما فما حتى فرق بينهم، ما نحكيش مع انسان مسلم خاطرو كيفي وننفر المسيحي واليهودي لانه دينه مش كيفي انا، يلزم الاشخاص الكل نعاونهم كيف كيف ونحترم الانسانيه اللي موجوده في داخل كل واحد فيهم.